ماذا عن نقاط التفتيش الموجودة في الطريق أو عقب مجمع السلمانية؟ نعم يعني محمد، أنت تعرف بأن في أي مستشفى في العالم يجب أن يكون هناك أمن، يحفظ الأمن في المستشفى، يحفظ سلامة المرضى، يحفظ سلامة الأطباء. وهناك الحركة فعلا طبيعية. لو لم تكن هناك حركة طبيعية، حركة الوصول طبيعية إلى المستشفى السلمانية، لما كانت هناك المزيد من المرضى الذين سهير مستشفى الثمانية. جميل، يعني دعينا نتحدث عن الأدوية، أو يبدو بأن هناك خلل في الصوت سهير. ماذا عن نقاط التفتيش الموجودة في الطريق أو عقب مجمع السلمانية؟ نعم يعني محمد، أنت تعرف بأن في أي مستشفى في العالم يجب أن يكون هناك أمن، يحفظ الأمن في المستشفى، يحفظ سلامة المرضى، يحفظ سلامة الأطباء. وهناك الحركة فعلا طبيعية. لو لم تكن هناك حركة طبيعية، حركة الوصول طبيعية إلى المستشفى السلمانية، لما كانت هناك المزيد من المرضى الذين مستشفى الثمانية. جميل، يعني دعينا نتحدث عن الأدوية، أو يبدو أن هناك خلل في الصوت سهير. صوت سهير.